كيلو فيه 1000 غرام، كيلو فيه 1000 غرام. امين. 1000 غرام اخويا، 1000 غرام ونعم. مالك صاحبي؟ مالي اخويا، سمعت واحد الخبر عاجل اخويا، الطياره. كدير دابا اش كدير؟ سمعني انا نقول لك دابا اش كندير. سمعت خبر عاجل اخويا، الطياره خارجه من المغرب هزت الذهب، تشدات في السودان، الذهب خارج من تحت الارض، خارج من وسط الشعب. عندك 1000، عندك دابا كنحسب اخويا، قالوا كاين 84، تشدات 84 كيلو ديال الذهب في السودان. مع السودان دابا نايضه فيها، الاوضاع ما مقاداش. سلت ديك الطياره شدوها شي وحدين ضربوها في الكاميرا، لحقت الخبر اللي عندنا حنا دابا كنحسبوا. عندك قال لك اخويا شدوا 84 كيلو، وكاين اخبار كتقول 241 كيلو في طياره واحده. عندك دابا كنحسب، عندك الغرام ديال الذهب كيدير 300 درهم. كيلو شحال فيه من غرام؟ 1000. 1000 يعني 300 درهم في الغرام، غنضربوها في 1000. ها هي 1000. 1000 يعني خرجت لي 300 1000 ديال الدرهم. نضربوها في شحال من كيلو؟ نقولوا سيدي هذيك الخبر اللي عطى اقل كيلوات، 84. 84 خرجت لي، تجي شوف شحال ديال الزيروات، تجي شوفها معلم. اقسم بالله تبصح حتى شي راه كيبكي والله ما كيضحك. 25000، تش من 25000، 25 مليون و 200000 ديال الدرهم. بلاتي حنا نقلبوها بالسنتيم، الدرهم غنقلبوه بالسنتيم، نضربوه في 100. تورق ليا شحال بلاتي. هادو الزيروات ديال الوحدات، الزيروات ديال الالاف، هادو ديال الملايين. وجوج الملاير و 500 مليون، عرفتي؟ جوج الملاير و 500 مليون الا تصرفات على شعبها طياره وحده، اقسم بالله ما يبقى عطشان واحد، والله ما تبقى تشوف عباد الله المغاربه دايرين المطافي وكيشربوا الغيس. الا ما نحفروا جميع الابار اللي خاصين هذا الشعب هذا عليا باليمين، ما يبقى عطشان. ها هي الثروه اليوم، انا لقيت لكم الثروه في طياره وحده. ها هي، ها هي اخويا، بيكالتيك بيكالتيك بيكالتي، وابقى مقابل بيكالتي. ها شي كيعصب. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.